من الانفصال إلى خلاصة فينا نقول من اللايف كوتش علا برسالة منك لكل اللي هلأ اليوم بأروقة المحاكم بطريقة غير ودية عم ينفصلوا. ليه منوصل لهون؟ هلأ في ناس بتقلك لا بيتفقوا كذا، هو الانفصال صعب صراحة بينه وبينك، بس أنه إذا يعني أنه بيكون في طرف بده وطرف ما بده وهكذا. بس كيف ممكن الواحد يوصل لهيدي الرقي بالانفصال أو الطلاق؟ هذا الخلاصة اللي بدي أوصلها اليوم بعد ما أخذنا كم اتصال من المستمعين. أتريهم كتار مش لحالك عزيزي، في كتير ناس مطلقة. كانوا مؤيدين ولا معارضين؟ لا اللي اتصلوا فيني مطلقين already. أوكي. بالعكس بيقول لك خلص صارت كل واحد له حياته طبعا وبيدعوا بالخير يعني للآخر. بس احنا البشر عندنا صعوبة بالتخلي عن كل شيء، عن علاقة، عن شريك، عن حتى ببيتنا أغراضنا. شوفين عندنا صعوبة بالتخلي لأنه كان في ذكريات حلوة تجمعنا، حتى لو العلاقة ما كانت جميلة بس أكيد فيها ذكريات حلوة. صح. فتشوفين عندنا صعوبة بالتخلي وبالتالي نسقط هذا الألم على الآخر، نصير اللومة أنه أنت بسببك أنه مثلا راح ننفصل وهذا، ويظلون يلومون الآخر. لكن لو قعدنا مع بعض وتفاهمنا سواء حبينا نكمل أو حبينا ننفصل، بس يكون بحوار مفتوح وتفاهم. يعني بعد هذا الحوار، أو من النصائح اللي جدا أنصح بيها الكابلز اللي ممكن يأخذون عندي جلسات، أقولهم أخذوا فترة انفصال وانتوا بعدكم متزوجين، بس مثلا خلينا نقول شهر تعيشون كأنه أنتم منفصلين، لأنه خلال هذه الفترة راح يختبرون مشاعرهم، ممكن راح تطلع عندهم مشاعر ألم، رفض، مقاومة، كل هاي المشاعر أسمح لها أنه هي تطلع للسطح وأحررها وأكون واعية بها، وبعدين راح أقرر هل هذه الحياة اللي حابة أكمل بها ولا لا. بلشوا بانفصال يعني انفصال مؤقت، اختبروا بنفسكم بالضبط، سواء سافرتوا رحتوا بلد ثاني أو حتى في نفس البلد لكن في بيتين مختلفين، مكانين مختلفين، حتى لو اضطريت أنه تأجر أوتيل أو أي شيء، بس المهم ابتعدوا عن بعض، فصلوا مبدئيا قبل ما تاخذوا القرار. أتليست لمدة شهر واختبروا مشاعركم في هذه الفترة، ساعتها قراركم راح يطلع متوازن وليس نتيجة خلاف، فتقدرون تقررون إذا حابين تكملون أو تنفصلون. لكن يكون واللي اوريدي عمل العملة وهي بالمحكمة هلا وبشد وعصري وشد شعره فهنا أنا راح أقعد ويا نفسي أقول خليني أبطل ألوم المقابل وأعترف بمشاعري، أعترف بأنه مثلا أنا أيضا كنت مقصرة أو أنا أيضا كنت مو فاهمة الطرف الآخر. أغلب الناس تعرفين شنو مشكلتهم؟ ما يسمعون، ما بيسمعوا، والدليل بدلوا يتجوزوا ويطلقوا بالضبط، يعني عم بيعيدوا الكرة، ما تعلموا شيء من أول زواج، لا سامعين نفسهم ولا سامعين الطرف الآخر، هم بس في حالة لوم ومقاومة. فخليني أكون صادق مع نفسي هذه المرة، أقعد أطلع كل أغلاطي أعترف بيها عادي، مو مشكلة إذا قلت أنا آسف غلطت بهاي النقطة وهذه النقطة، وأسمح للمقابل أيضا بأنه هو يفتح لي قلبه ويحكي لي شنو الأشياء اللي كان متوقعها من عندي وما شافها. صح. لأنه أغلبها توقعات. صح. كل الناس حاطين توقعات للزواج، للعلاقة، للشريك، فأكون واضحة شنو التوقعات اللي أريدها منك وهو أيضا، ونتفاهم، وسواء كان كملنا أو انفصلنا يكون بود وتفاهم. جميل، مشكورة يا كوتش، يعطيك العافية. كوتش أندرسكور علا اللي حابب يتابعها، ميرسي هالمداخلة الجميلة جدا منك، يعطيك العافية، ختمتيها بشكل جميل جدا. حبيب.